الكابتن الكبير اللي معايا على الهاتف دلوقتي ده، وحشني جدا يعني، بقاله كتير قوي ما دخلش معانا، وبقالنا كتير قوي ما شفناهوش، بس دايما طيب الذكر دائما الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني الاسبق. يا كابتن ضياء مشرف ومنور. لك يا كيمو، وحشني جدا يا كابتن ضياء. ربنا يخليك يا كيمو، اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. نبدا بالمنتخب ولا نبدا بالاهلي؟ اللي انت عايزه. المنتخب النهارده منتخبنا بيحقق 7 انتصارات على التوالي مع روي فيتوريا. شايف التجربه بتاعت روي فيتوريا حتى الان مع منتخب مصر والاداء اللي بيقدمه منتخب مصر ازاي؟ هو بالنسبه لي فيتوريا مدرب كبير، لكن التجربه هتبتدي في يناير في كاس الامم طبعا. بس انت اكيد بتشوف مؤشرات، بتشوف امارات، شفتها ولا لسه ما شفتهاش؟ لا يعني المؤشرات انه بيلعب 4-3-3 زيه زي اي برتغال. بيحب يلعب اربعه، التكتيك المفضل يعني. شغال في حدود الماتشات اللي لعبناها، ماتشات مش جامده طبعا، استثناء ماتش بلجيكا الوحيد اللي يعني احتكاك جد اقواهم. حتى من الاوفيشال يعني، اقوى من الرسمي. وانه فيهم مكسب دي حاجه كويسه طبعا. طيب روي فيتوريا بيعمل اللي كان بيعمله كارلوس كيروش في فكره انه يضم عناصر جديده، عناصر لاول مره للمنتخب، بيجدد الدماء في المنتخب. شايف الاسماء الجديده اللي انضمت للمنتخب، او شايف الاسلوب دوت في الوقت الحالي اسلوب جيد من روي فيتوريا؟ كل الاسماء اللي انضمت كلها لعيبه كويسه طبعا، وكويس انه بيشوف بيدي امل للناس كلها. وده اللي كان بيعمله كيروش، ضمينا لعيبه كتيره جدا. بس يعني هو ما عندوش في المرحلة الجاية، فاضل تقريبا اجندتين او 3 اجندات لحد يناير. لازم ماتشات تبقى مختلفة. في ماتش واحد اثيوبيا ده مش احنا خلاص ممكن نستخدم فيه الوجوه اللي هي هتكمل معاه في يناير. فده مهم جدا انه الماتشات اللي جاية في الاجندة تبقى تصنيف اول او ثاني. يعني كويس ان هو بيتاح له الوقت ان هو يلعب ماتشات قويه. صحيح صحيح. كل المدربين اللي قبل كده كانت مضغوطه بقى، يعني انا بتكلم عن فتره احنا طبعا احنا جينا على طول ما كانش عندنا فتره غير البطوله العربيه، واللي عملنا فيها احلال وتجديد بالعافيه يعني. كنا بنتهاجم على ده وعملناه واستفدنا من لعيبه كتير في البطولة الأفريقية، لعيبة جديدة موجودة دلوقتي في المنتخب. فهو يعني عنده وقت، وبعدين عنده إنه يعمل شكل وأداء كويس في بطولة أفريقيا مش مطالب بيها حسب اللي بسمعه من اتحاد الكورة. ففي وقت إنه يعمل احتكاك قوي. هو مدرب كبير. بس أتمنى إنه الموسم اللي جاي، وأنا أشك لأن الموسم لو ما تغيرش شكل الموسم المنتخب هيتعب جدا في يناير. البطولات زادت على الانديه. الموسم ما اعتقدش انه الشكل ده هيفيد اللعيبه للمنتخب. معظم لعيبتنا بتلعب في الدوري المحلي وفي البطولات الافريقيه. لو فضل الموسم بالشكل ده ما قللتش منه على الاقل 10 اسابيع. اعتقد انه هتبقى في مشكله كبيره جدا للمنتخب. ولازم فيتوريا، هو ده الحاجه الوحيده اللي اتكلم فيها، انه شكل المسابقه لازم يتغير على الاقل، تقلل 10 اسابيع بتغيير شكل المسابقه، لانه غير كده هنفضل بنلف في دايره واحده ونقعد ننتقد فيتوريا ونقول كذا والمنتخب ما بيعمل وما بيلعبش وده ما بيجريش. تغيير شكل المسابقه ازاي يا كابتن ضياء؟ تغيير شكل المسابقه لازم يتغير شكل المسابقه اللي فيها، بحيث انك تقللها 10 اسابيع، تقلل عدد المباريات 10 اسابيع. اعتبره موسم استثنائي وبعد كده تظبط المسائل. اللي هو 10 اسابيع دي بقى يعني تقصد ما العب بطوله من مجموعتين، العب بطوله لو اتغيرت شكل المسابقه بشكل معين في كذا شكل هتقلل على الاقل 10 اسابيع، وانت محتاجهم ال 10 اسابيع 100%. بص يا كريم، احنا عندنا 5 محترفين. ايوه. والباقي من الاهلي والزمالك اكتر الناس. وبعد كده هتلاقي بيراميدز اقل، وهتلاقي بعد كده لعيب من كل نادي مثلا ولا حاجه. تمام. فدول كلهم هيلعبوا في المحل. صحيح. يعني انت نص فرقه المنتخب او ثلاث ارباع فرقه المنتخب هتعتمد على اللعيبه اللوكال. صحيح. فانت لازم توفر لهم مسابقه بحيث انه
فيهم اربع انديه طبعا هتلعب في افريقيا، وفي الزمالك هيلعب في بطوله افريقيا وبطوله العربيه. كل الحاجات دي مش هتصب في النهايه في المنتخب، هتخبط فيه، وانا بقول لك هتخبط فيه بالسلبي مش بالايجابي. ربنا يستر. بس عندك حق طبعا، عندك حق مليون في المية، وده اللي كنا بنعاني فيه اكيد وقت كروش وجاسكو يعني اللي كان موجود. ورقه وقلم وتتحسب. لا في مسابقات زادت، البطوله العربيه دخلت جديد، صح، السوبر السوبر ليج الافريقي دخل جديد، دوري السوبر طبعا. عن كابتن دي، كابتن دياله لسه معايا على الهاتف؟ صحيح. مش كده برضو؟ صحيح صحيح، عندك حق. طيب من دلوقتي يا جماعه وما تقعدوش ان انتوا اتفاجئتوا ان النهارده الوقفه، ايوه، وبعد كده نقول احنا ليه ما عملناش كده وليه ما عملناش كده، والمفروض نطور الكره المصريه. ما تحسسنيش ان انتوا اتفاجئتوا بالوقفه، لا ده بكره العيد ازاي؟ يا عم النهارده الوقفه يا عم، معروفه ومتحدده. صح. فمن دلوقتي يعني صحيح.